مش هنقول لك فريق الوداد البيضاوي فريق غني عن التعريف، يلعب جميع المسابقات. ان شاء الله نجيرو مباراة، عندنا مباراة الغد ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا حاضرين فيها كما ينبغي باش ننتزعوا ان شاء الله بطاقة التأهل. مش هنقول لك هذه المباراة ما فيهاش قسم على اثنين، المهم هو الفوز في هذه المباراة اللي خلينا نتأهلوا في مباراة الغد. عندك اوبجيكتيف انك تكون في المنتخب الجزائري وتكون الوداد كذلك محطة وتكون في كتيبة الماضي؟ ان شاء الله هذا حلم اي لاعب سواء جزائري سواء مغربي سواء تونسي سواء اي لاعب في العالم يكون في المنتخب الوطني.